والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة. ومصطفى ميزار. شكرا سحر ناجي. شكرا محمد عبد. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن توسعة المنطقة الجنوبية للقناة تهدف إلى زيادة استيعاب السفن التي تعبر من المجرى الملاحي. وأضاف ربيع أن الهيئة تسعى لإتمام ازدواج قناة السويس بصورة كاملة، لأنه سيساهم ذلك في زيادة معدل العبور اليومي للسفن ويقلل من الحوادث داخل المجرى الملاحي. درسنا الموضوع كويس قوي. الموضوع كان موجود، ما كانش يعني احنا بنقولش ان احنا اخترعناه. الموضوع كان موجود في الأدراج، طلعناه ودرسناه كويس جدا وعرضنا على سيادة الرئيس، وسيادة الرئيس ناقشوا معانا كتير جدا واتدرس كويس قوي برضو في الرئاسة، وتصدق عليه كمشروع قومي لقناة السويس. انا عايز اقول ان المشروع ده هيبقى هو حجر الزاوية لاستكمال الدبلينج لقناة السويس، او ان تبقى كلها بالكامل قناة ازدواجية كاملة. يعني احنا بنحط اساس مش بس مجرد مشروع، لا ده هيفضل مستمر معانا. يعني احنا لو بنزود ال 40 متر في جهة الشرق في المشروع دون، يعني في 30 كيلو، وبنزود العماق من 66 قدم ل 72 قدم، يعني من 24 متر ل 72 متر، وبنعمل في البحيرات المرة الصغرى 10 كيلو ازدواج عشان يبقى عندنا قناتين 250 متر تانيين، يعني الجزء ده 250 متر، بنعمل كمان 250 يبقى 500 متر، يبقى عندنا قناتين في الجزء ده رايح جاي يضافوا الى قناه السويس الجديده اللي هي 72، يبقى 82 متر، يعني بنتكلم على حوالي 17% كمان زياده في قناه السويس الجديده. فقصدي ده مشروع مستدام هيصلح للاستدامه في قناه السويس، ناهيك عن العائد من هذا المشروع. اعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئه قناه السويس ان نسبه الحوادث التي تقع في المجرى الملاحي للقناه ضئيله للغايه ولا تمثل اي خطوره على الاطلاق. اضاف ربيع ان معدل الحوادث بلغ 9% من عدد مرور المراكب المجرى الملاحي، مشيرا الى ان ذلك يعد وضعا طبيعيا. بنتكلم عن نسبة 9% حوادث من عدد المراكب اللي بيمر، طبعا نسبة ضئيلة جدا، يعني تكاد تكون صفر. 9% من عدد المراكب مر في قناة السويس كإحصاء عملناه، يعني عشان لما الناس بدأت تتكلم إن في حوادث كتير بتحصل في قناة السويس، لا ده مش كتير ولا حاجة، لا ده وضع طبيعي. لكن هو المهم إيه؟ هي المهم الحادثة اللي حصلت، ولا المهم إن أنت بتتعامل إزاي مع الحادثة؟ يعني هو ده بقى المهم، إن أنت برضو أول حاجة عندك اللي احنا الرؤيه اللي قلناها والاستراتيجيه بتاعت الهيئه اللي احنا قلناها، المحافظه على الامان والاستدامه في قناه السويس، ان انت تعبر في التوقيت اللي احنا قايلين عليه. قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئه قناه السويس، قال ان ايرادات القناه بلغت خلال عام 22-23 $9.4 مليار بزياده وصلت الى 35% عن السنه الماضيه. كما اكد رئيس الهيئه على ان قناه السويس ليست للايجار، وأن ما يثار من شائعات عن تأجيرها لمدة 62 عاما يعد غير حقيقي بالمرة. غير وارد موضوع أن احنا نخصص حاجة في قناة السويس أو أنها تتأجر ل 69 سنة أو 99 سنة، أو عايزين نقول أن أصول الهيئة دي ملك المصريين، وتبقى للدستور أي مشروع لقناة السويس لازم بيرجع للشعب عن طريق مجلس النواب، لكن غير وارد الموضوع ده تماما. يمكن احنا اتكلمنا عليه لما كان كلام على الصندوق السيادي قبل كده، وقلنا ان ده ملوش دعوه خالص بقناه السويس في بيع اصول او رهن اصول، فده الموضوع طبعا بعيد عن الموضوع. الموضوع الثاني بالنسبه للبورصه، فعلا احنا طرحين شركه الرباط 20% منها كتجربه في طرح الحكومي. احنا دايما بنتمشى على فكره، هيكرسوس دايما بتمشي مع الحكومه ومع سياسه الحكومه ومع الدوله، يعني دايما مشجعه لها. فاحنا الشركه دي شركه واعده وناجحه ومحققه نجاحات كبيره، فاحنا طرحين 20% في الاطروحات، 20% منها، ودخلناها في شركه قابضه دلوقتي عشان ينفع الموضوع ده كمبدا ان احنا ممكن نكمل الموضوع ده، لانه برضه هيبقى في عائد كويس ليه، ما دام الشركه ناجحه يبقى فيها اقبال على الاسهم بتاعتها، وبالتالي هيبقى في عائد يعود على قناه السويس وعلى الدوله.
التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين ووفد من المطورين الصناعيين لسخنة وشرق بورسعيد، التقى مع مسؤولي شركات هندية تعمل في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة الدراجات الكهربائية، وذلك لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية من قطاعات متنوعة داخل المناطق الصناعية التابعة للمنطقة. في ذات السياق أوضح مسؤول الشركات الهندية أن مصر من الدول ذات الوجهة المميزة للاستثمار بها، ويرغبون في تكامل أعمالها وإقامة مشروعات للطاقة والوقود الأخضر اتساقا مع تحول العالم للاقتصاد الأخضر. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرة. إليكم. شكرا لك مصطفى.